السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم على حيوانات على وشك الانقراض، بس قبل ما نبتدي في الفيديو ما تنساش تصلي على حبيبك النبي وتدعي لإخواتنا في غزة. أكتر من 41,000 نوع من الحيوانات مهددة بالانقراض وفقا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، كما قدر العلماء أن أعداد الحياة البرية في العالم انخفضت بنسبة 69% منذ عام 1970. يعني شغالين ايه؟ اللهم صلي على النبي، بنبوظ في العالم. بس وحيد القرن الجاوي لم يتبقى منه سوى 75 فرد بسبب الصيد وفقدان الموائد. نمر آمور لم يتبقى منه سوى 100 فرد في البرية بسبب فقدان الموائل وندرة الفرائس. واحد دلوقتي هيجي يقول لي يا عم ده مش نمر، ده النمر. حابب اقولك للمرة 9000 ده اسمه ببر، ده غلط في الترجمة مش اكتر. مفيش غير 600 واحد بس في البرية بسبب الإتجار غير المشروع بأجزاء ومنتجات النمور. أكتر أنواع القردة المهددة بالإنقراض ويوجد أقل من 800 نفر منها بسبب استبدال الغابات الاستوائية بالتعدين وتطوير الطاقة. نوع من أنواع الدلافين أعدادها أقل من 1000 بسبب التدهور البيئي والصيد الجائر وتلوث المياه. بس كده متنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك، تشترك في القناة، تفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. اسيبلك لينك المعلومات في الديسكريبشن وأول كومنت. يلا سلام.